صباح الورد والفل والياسمين هبه، صباح الخير لنا، كل الشكر والاحترام والتقدير على كلامك الطيب. طبعا مشاهدينا بنصب عليكم مره اخرى وعلى الهواء مباشره من محافظه العاصمه الحبيبه عمان، وبالتحديد من دائره المكتبه الوطنيه، وهي تعتبر من اهم المؤسسات العلميه والثقافيه في الاردن، والتي تعنى باقتناء وجمع وحفظ التراث الفكري الاردني واظهاره وابرازه للعالم. طبعا مشاهدينا، بمناسبه عيد الاستقلال قامت المكتبة الوطنية بافتتاح المعرض المتنقل للصور الوثائقية، والذي يضم العديد من المعروضات والصور والأقسام والأجنحة المتنوعة، والتي تتحدث عن التاريخ السياسي والاجتماعي وأهم مراحل تطور المملكة وإنجازات الهاشميون عبر الزمان. كما يضم هذا المعرض العديد من المخطوطات النادرة والصور القيمة ووثيقة الاستقلال، بالإضافة إلى صور لمبايعة الملك عبد الله الأول. ويتنقل هذا المعرض بين مدن ومحافظات المملكة. راح نتعرف على كل ذلك مع الأستاذ الدكتور نضال العياصرة، مدير عام دائرة المكتبة الوطنية. دكتور صباح الخير، يعطيك العافية. صباح الخير أخي أحمد، وصباح الخير أخت لانا وهبة، وصباح الخير على جميع مشاهدي هذه الشاشة الوطنية التي نعتز ونفتخر بها. كل عام وانت بخير دكتورنا العزيز. يعني دائما المكتبة الوطنية سباقة بجميع المناسبات والأحداث الوطنية، وهي جزء لا يتجزأ وحاضنة للتاريخ الوطني الحبيب منذ تأسيس المملكة إلى الوقت الحاضر. اليوم احنا بنحكي عن افتتاح معرض متنقل، فكرة جديدة لعرض العديد من الوثائق والصور القيمة الموجودة داخل هذه المكتبة. نحكي عن الفكرة ونحكي عن المعرض المتنقل، ونعرف المواطنين أكثر عن أهم المعروضات الموجودة داخل هذا المعرض. شكرا أخي أحمد. بداية اسمح لي أن أرفع إلى سيدي صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين المعظم، وإلى ولي عهده الأمين، وإلى قواتنا الباسلة والشعب الأردني أسمى آيات التهنئة والتبريك بمناسبة احتفالات المملكة بعيد الاستقلال 76. هذه المناسبة التي نعتز ونفتخر بها بما فيها من بطولات ومن تضحيات ومن جهود وصلتنا إلى هذه المرحلة في هذا الوطن الذي نعتز ونفتخر به. أخي الكريم، المكتبة الوطنية غيرت من فلسفتها، فأصبحت المعلومة تأتي إلى المستفيد وإلى المواطن في مكانه. فإذا كان سابقا المواطن يجب أن يذهب إلى المكتبة ويطلع على المعلومات والوثائق، فإحنا الآن انتهجنا في المئوية الثانية لمملكتنا الحبيبة أن نذهب إلى المواطن مكان وجوده. فهذا المعرض بصراحة انطلق من معان، ومن ثم في محافظة العقبة، وها نحن اليوم نحتفل في عاصمتنا الحبيبة من خلال عرض هذه الوثائق التي تجسد بطولات وتضحيات الآباء والأجداد. فالوثائق التي يحتويها هذه المعرض مواد سمعية وبصرية وسمعة بصرية. فعلى سبيل المثال للحصر، هناك خطاب جلالة المغفور له الملك عبد الله الأول في يوم الاستقلال، هناك قرارات المجلس التشريعي الخامس والذي عقد 25/5/46 أيضا ضمن موجودات هذا المعرض، بالإضافة إلى مبايعات الملك عبد الله الأول ملكا على المملكة الأردنية الهاشمية، وقرارات المجالس البلدية أيضا من ضمن المعروضات، بالإضافة إلى الصور التي توثق هذه المناسبة. فهناك صور لها علاقة بتوقيع الملك عبد الله الأول رحمه الله لوثيقة الاستقلال، بالإضافة إلى الصور والوثائق التي تجسد احتفالات المملكة بهذه المناسبة، سواء عام 1946 أثناء حكم الملك عبد الله الأول والمغفور له الملك الحسين بن طلال، وجلالة الملك المعزز الملك عبد الله الثاني أطال الله في عمره. كل هذه الوثائق متاحة لإخواننا المواطنين. بحب يعني أحكي إنه هذا المعرض راح يكون سلسلة من المعارض، فيوم الثلاثاء إن شاء الله راح يكون لدينا معرض في أكاديمية الحسين
الأمير حسين. نعم، على المعرض أنه يستنونا، وين راح نكون ومن أي ساعة لأي ساعة؟ نعم، بالتأكيد راح يكون في أكاديمية الأمير حسين بن عبد الله الثاني للحماية الأمنية، ومن ثم في جرش وفي إربد. سوف نجوب بهذا المعرض كافة محافظات المملكة. دكتور، بلشتوا من معان سبب اختيار معان لانطلاق هذا المعرض، وأيضا التنوع اللي راح يشاهده الزائر لهذا المعرض، وزي ما حكيت بجوز من خلال حديثك الشيء اللي بيميز أنه هناك عبارة عن عروض تفاعلية. هذه الأمور بجزء أقرب للمواطن لحتى يعيش أكثر الحدث ويفهموا أكثر وتصلوا المعلومة من خلال الصورة، من خلال شاشة التفاعلية، من خلال بعض المعروضات اللي انتم استخدمتوها، من خلال انه دائما زي ما حكيت المكتبه بتسعى للتحديث والتطوير لحتى توصل دائما رسالتها لجميع المواطنين. اخي احمد، يعني بالتاكيد في هذا المعرض اخترنا معان لانه معان هي بدايه انطلاق حكومه مملكتنا الحبيبه، فكان بالتعاون مع جامعة أغلى الرجال، مع جامعة الحسين بن طلال، قمنا بعرض هذه المعروضات لدى الطلبة كي يطلعوا وكي يسمعوا، وقمنا أيضا بتوزيع قرار الاستقلال على مرتدي المعرض سواء كان في معان أو في العقبة، وسوف يتم أيضا قامت المكتبة الوطنية بالتوزيع هذه القرارات بالإضافة إلى الحلوى والقهوة على من يرتاد، يعني لإخواننا اللي بمروا من أمام المكتبة الوطنية. فبصراحة نريد أن نوصل المعلومة للمواطن، ليس فقط مطبوعة ولكن مسموعة. فهناك من ذوي الاحتياجات الخاصة من يستطيع أن يسمع خطاب جلالة الملك عبد الله الأول رحمه الله، هناك من يشاهد، فهناك العرض السمعي وهناك العرض السمع بصري، بالإضافة إلى الوثائق المطبوعة والصور وغير ذلك. نعم، كونه دكتورنا العزيز نحتفل بعيد الاستقلال، أهمية عرض هذه الوثيقة، ونحكي شوي عن شو بتتضمن هذه الوثيقة، وثيقة الاستقلال، وإحنا بنحتفل اليوم بعيد الاستقلال والمملكة الأردنية الهاشمية كلها تحتفل في كل أرجاء الوطن. بالتأكيد هناك القرار، ومكتوب ضمن هذا القرار بأن المجلس التشريعي الذي عقد وقرر أن تستقل المملكة الأردنية الهاشمية، أيضا بالنسبة لقرارات المجالس البلدية التي طالبت في ذلك الوقت وأيدت بأن تستقل المملكة الأردنية الهاشمية، وهذا الاستقلال يعني الاعتماد كاملا على الكوادر الأردنية بالنسبة استقلال عن الانتداب البريطاني، وإعلان المملكة رسميا ذات سيادة ومملكة رسمية. نعم، بالتأكيد هذا بتطلب جهود وهذا بتطلب كوادر، والحمد لله بأن الشعب الأردني وقواتنا الباسلة أثبتت بأننا نستطيع أن نبني هذا الوطن، ومثال على ذلك ما نشهده الآن من أمن وأمان واستقرار. كل هذه الأمور بصراحة لعبت دور في عملية ازدهار ونمو وتطور مملكتنا الحبيبة. جميل، بدنا نحكي شوي عن القاعة اللي احنا موجودين فيها الآن، يعني حاسس انه في تنوع من حولنا وأساليب عرض كثيرة، وكمان بجوز هذه القاعة المتخصصة الرئيسية بالإضافة إلى العديد من المنشورات والصور والوثائق وبعض الأوسمة الخاصة. بدنا نحكي عن هذا المعرض الموجود داخل المكتبة الوطنية، وكيف الناس بيقدر أنه تزوره بأي وقت، موجود من أي ساعة لأي ساعة دكتور؟ أخي أحمد، هذا المعرض متاح منذ الساعة 8:00 صباحا ولغاية الساعة 7:00 مساء. هذا المعرض كما حكيت هو معرض متنقل، لدينا في الطابق الأول فوق اللي هو معرض مئوية الدولة الأردنية، هذا المعرض الذي يحكي تاريخ مملكتنا الحبيبة، يعني من يرتاد هذا المعرض يستطيع أيضا أن يطلع على معرض المئوية، ومعرض المئوية هو يجسد لنا تاريخ مملكتنا الحبيبة منذ عام 1921 ولغاية وقتنا الحاضر. هذه المعروضات هي عبارة عن الأوسمة، مثال على ذلك نحن الآن عارضين وسام الاستقلال، أيضا بطولات قواتنا المسلحة، التضحيات، معركة الكرامة، أيضا الإنجازات اللي صارت في عهد مئوية الدولة الأردنية من التطورات في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأكاديمية. يستطيع الشخص أن يخرج بمعلومة وأن يشاهد، وهذه المعلومة بصراحة تترسخ في ذهن المشاهد عندما يسمع أو عندما يرى، أفضل مما يقوم بعملية القراءة. فنطمح بصراحة وندعو إخواننا المواطنين
إلى زيارة ذاكرة الوطن، ذاكرة الآباء والأجداد، ضمير الأمة، أم المكتبات، والاطلاع على هذا الإرث الثقافي وهذا الإرث الحضاري الذي تحتفظ به المكتبة الوطنية. وأيضا بحب أحكي لأخواننا أنه بإمكاني يزوروا الموقع الإلكتروني لذاكرة الوطن والاطلاع على هذه الوثائق وهذه المخطوطات التي يتم إتاحتها من خلال الموقع الإلكتروني لذاكرة الوطن. جميل. يعني أنت قلتني لسؤال دكتورنا اللي هو ما يميز هذا المكان، وأنت أنت بس تزور هذا الموقع بتقدر تستفيد من كل شيء. في الطابق الأول بتشوف معرض الاستقلال، الطابق الثاني معرض المئوية، بالإضافة إلى العديد من الطوابق اللي بتضم العديد من الكتب والوثائق والمخطوطات. شو الشيء اللي راح يحفز أو يستفيد منه الزائر لهذا المكان؟ شو راح يستفيد أكثر؟ شو في شيء مميز داخل هذه المكتبة الوطنية؟ وزي ما قلت يعني تتغنى فيها، هي ذاكرة الوطن ويوجد فيها العديد من الأمور، وجود مخزون هائل من التراث الفكري الوطني الأردني موجود في هذه المكتبة. يعني ممكن الواحد يستفيد خلال زيارته ويستمتع أكثر من موقع أكثر من مكان. بالتأكيد أخي الكريم، بما أني حكيت عن هذا المعرض وعن الطابق الأول، فهناك الوثائق في الطابق الأول وهناك معرض مئوية الدولة الأردنية. أما إذا انتقلنا إلى الطابق الثاني والطابق الثالث فهناك إيداع لكافة المطبوعات وكافة الكتب التي تم إنتاجها من قبل المبدعين والمؤلفين الأردنيين، فيستطيع المواطن أن يقعد ويجلس ويبحث ويدرس ويطالع ويستمتع ويطلع على الكتب النادرة والمخطوطات النادرة والوثائق النادرة. ففي المكتبة الوطنية ليس فقط عبارة عن وثائق، هي عبارة عن إرث وطني. هذا الإرث الوطني لدينا ما يقارب 350 ألف صورة توثق لتاريخ مملكتنا الحبيبة، لدينا أكثر من 214 ألف مادة مكتبية متاحة، لدينا أكثر من 1.5 مليون وثيقة مؤرشفة ومتاحة على الموقع الإلكتروني. فباعتقادي بأن هذا الصرح غني بإرث الآباء والأجداد. كل الشكر لك دكتور، يعطيك ألف عافية. يعني جهود جبارة مباركة من خلالك، من خلال العاملين في هذه المكتبة الوطنية المميزة، وزي ما تغنيت فيها أنت هي ذاكرة الوطن. كل الشكر لك، صباحك سعيد وكل عام وأنت بخير. شكرا لك. وشكرا للتلفزيون الأردني، وكل شكرا. عام وأنتم والوطن بألف نعم خير. كل الشكر لك، يعطيك العافية. طبعا مشاهدينا زي ما شفتوا كنا معكم على الهواء مباشرة من محافظة العاصمة عمان، ومثل ما حكى دكتورنا العزيز من ذاكرة الوطن، من دائرة المكتبة الوطنية، هذه الدائرة التي تعتبر من أهم وأبرز المؤسسات العلمية الثقافية في مملكتنا الحبيبة والإقليم بشكل كامل، والتي تعنى بحفظ تراثنا الفكري الأردني المميز وإظهاره لجميع أنحاء العالم من خلال وجود العديد من الكتب والمؤلفات والمخطوطات النادرة والصور القيمة والمعروضات المختلفة. رحليكم مع زميلنا أنس عواد لاستعراض هذا المعرض الخاص بعيد الاستقلال، وهو معرض متنقل راح يكون في كل محافظات المملكة، راح يكون في أكاديمية الحماية المدنية يوم الثلاثاء القادم. الحب يزور ويتعرف عليه أكثر. وصباحكم سعيد مشاهدين مرة أخرى.